بكم إلى الأخبار الاقتصادية. حذر مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الكاظمي مما وصفه الحصار المالي، وقال صالح إن من أشد المخاوف الحالية هي مشكلة المالية العامة التي قد تدخل في مأزق أو حصار مالي، مشيرا إلى عدم وجود صلاحيات في الصرف إطلاقا، وأن قانون الإدارة المالية النافذ يتيح للحكومة في حالة عدم وجود قانون الموازنة في السنة اللاحقة الصرف بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية التي تمت في موازنة العام السابق. تفاجأ المتقاعدون في السليمانية بعدم صرف رواتبهم التي كانت من المقرر أن تتسلمها الأحد، وبحسب القائمة التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان العراق، فإنه كان من المقرر أن يتم اليوم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين وعدد من الوزارات. وقال أحد المتقاعدين إن الكثير من المتقاعدين جاءوا من الساعة 3 صباحا إلى بنوك السليمانية، لكن تم إخبارهم بعدم توزيع الرواتب بالرغم من توفر الأموال، إلا أن أوامر الصرف تم أو لم ترد إلى المصرف. قال مختصون بإيون إن مناطق الأغوار في قضائي التشبايش وسوق الشيوخ وناحية الطهر في ذي قار باتت عرضة لأقصى موجة جفاف حقيقية، مجبرة العديد من السكان على ترك بيوتهم وأعمالهم. وقال ناشطون إن سكان الأغوار في محافظة ذي قار يعتمدون بشكل أكبر من موارد حياتهم على صيد الأسماك وتربية المواشي وجمع القصب، لكن جزءا كبيرا من أعمالهم تضررت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم أزمة الجفاف تسببت بنفوق المواشي والأسماك. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي إلى النصف لتبلغ 181 ألف برميل يوميا. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت 5,492,000 برميل يوميا. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي انخفضت عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 369,000 برميل يوميا. قررت السلطات اللبنانية فرض رسوم على المسافرين عن طريق الجو أو البحر بالدولار الأمريكي حصرا، في إطار محاولات لبنان حل أزمة شح الدولار. وقال المدير العام للطيران المدني فادي الحسن إنه تم فرض رسوم على المسافرين بطريقة الجو أو عن طريق الجو أو البحر، ورسوم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأمريكي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية، وتخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات المطار. هذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.